وان شاء الله تكونوا تمام. رجعت ثالث يوم بفيديو جديد. فيديو اليوم لامبورجيني. جايز مثل ما شفتوا من فترة عودتكم على فقرة اني اشتغل شيء لمدة 24 ساعة. اشتغلت ميكانيك السيارات، صالون حلاقة، اشتغلت باوبر. بس انا وعدتكم اذا بتحبوا هذاك الفيديو هاعملكم نفس الفيديو بس بلامبورجيني. جايز اليوم معنا احلى لامبورجيني باليوتيوب. ليكوا اللون شو حلو، ليكوا الحركات، ليكوا التفاصيل، ليكوا الاناقه، ليكوا اللباقه، مو طبيعي شو حلوه. حس حالي عم بيع سياره بس ما انا لي اجار. اليوم حكون اوبر هاي السياره الحلوه لمده 24 ساعه. ما بعرف مين حيطلع معي بالسياره بس بعرف انه حننبسط كثير. والشيء الحلو فيها انه ما في سقف بالسياره. وشوفوا حركات باتمان، اسمعوا الحركات. لامبورجيني ما نخاف من دنيا. لازم نروح نشوف اول زبون. كان لازم البس ابوعه مره ثانيه، احترموها. اذا عم تعلقوا على قميصي اني ماني كويته بس رجعت خرب. يلا مش مشكله. اوكي لانه انا قصيره، لامبورجيني قصدي، كثير كرسيه نازل لتحت، فلحتى اقدر اوصل وشوف اول شيء حطيت مخده. ما شفت، قام حطيت تنتين شفت. اوكي جايز صار وقت نروح وناخذ اول زبون. ادعوا لي الله يحميني بهي السياره ويحمي اللي حيطلع معي. ليتس جو جايز. انا قاعده ب لامبورجيني. حطوا لايك، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس لحتى ما تفوتوا كل الفيديوهات اللي عم نزلكم اياها. وخبروني اذا في عندكم اي فكره بدكم ياني اعملها كشغل. كلكم بتعرفوا اني انا طورت شغلي الحمد لله ورحت من سياره لكسوس للامبورجيني. ما حبيت روح باي شيء عادي، حبيت جيب لكم لامبورجيني مميزه بهالفيديو. اللي جاهزين يلا. ليش عم تهز؟ والله طلعت بتلبق لي هالسيارة لعريسي المستقبلي. مرحبا. ياي والله خايف، والله ما اطلع الشارع، والله ما اطلع الشارع. مامي ياي مامي. ما سحبش الفرافير حتى لو راكبين فيراري. فتلت فيها بس هلا صار لازم عن جد اشتغل ونشوف مين حيكونوا زبايننا لليوم. ليتس جو. هاو ماني تايمز قلت استنيني، روح وما ردي وما تخليني. اسمعوا. ماما يما انا لامبورجيني ما اخاف من دنيا. اول توصيله عنا من ستاربكس. واحد اسمه يحيى. يحيى ها انا قادمه يا عندي شيء انه يحيى رايح على المطار. يحيى ان شاء الله اليوم بيوصل على المطار. ثانك يو. هاي يحيى. يس اوبر كم. نوت لكسس، لامبورجيني. كم ان بيفور لكسس اي هاف، ناو اي هاف لامبورجيني. اوكي واو نايس رايد دو. اي وانت سي يور اي تيك اوف يور جلاسز. اوكي اي لوك ما شاء الله. اي هاف تو تيل يو ام نوت لايك fast cars. You don't like? Oh my god, no, stop, stop, stop! Oh my god, that's fast! I'm so sorry, I'm joking with you. Why do you get scared? It's okay. It's so fast! It is so fast! We're gonna reach at the airport, don't worry. Oh my god, stop! Oh my god! We're gonna break your fear! But you think this is the good way to do it? اليوم حكسر له خوفه ليحيى. Okay. We're gonna break your fear! Guys اليوم حنمقلبه ليحيى لأنه بخاف من السيارات. شو حنعمل؟ حنروح بأسرع سرعة بالعالم باليوتيوب. You're married? I am. Kids? Yeah. How many? Just one. One? One for now. لازم نوصله بخير وسلامة، طلع عنده ولد. Is there like a promo code like to I don't know, maybe I did something accidentally to get a Lamborghini. No, not I mean, you and your no? luck. I'm asking if there's a taxi that needs to be able to get a Lamborghini. But there's no other Lamborghini.
برجيني واحد في الدنيا هي انا اوبر. You're going too fast. I'm allowed to drive this fast. I'm going 80. Thank you so much. Thank Give me so 5 stars. We'll do. بس اجتني طلبية انه في شخص موجود بنفس المكان. النشلة ما بيعرفوا معي لامبرجيني. يلا يا بيبي. اوبر. اوبر. مرحبا كيفك؟ كيفي يساعدك؟ لا انا طلبت اوبر. اوبر. طلبت اوبر؟ عشان عم تحكي هلا؟ ايه اوبر هيك خلص تطلع. شو اسمك سلام؟ مظبوط. رايح تخطب سلام؟ لا سيارتي منزوعة فقلت بطلب اوبر عندي ميتينج في عنا عيد ميلاد فقلت انا قلت بركي باخذ فلاورز او شيء بس اذا اوبر هيك لكن لانزع سيارتي. لا شوف ان شاء الله ما تكون مشكلة كبيرة بدك تحدد السيت بيلت. ايه يلا إذا هيك كل أوبر بدك تجي أنت ما فينا نستأجر على شهر مثلاً أو شيء أوبر. لا أنت نفس وحظك الأوبر أو شيء أنت وحظك. لا إذا هيك ما بدي خسرح سيارتك ما بدي صلحها. لا إله خلص إذا أنت موجودة بتعرفي شو ما بدي كمان بوكي ولا شو بدي أخذها أنا بعطيك إياها ما بيستاهل وأنت بتستاهل. هلا بسحبت العيد ميلاد بتشوف الفيديو برأيي ما بيأثر انا برايي اخذت لها ما بيأثر بس هلا بما انه بدك تسوقي حخليهم معك خليهم معك اوكي شو بتعمل سلام شو بتشتغل انا بشتغل اداره بالتوظيفات طيب يلا بركي بتدر لي البزنس اللي الي يلا عامله اوبر وحركات لامبرجيني وسبورت كار والله هيك كله هيك تمام متزوج لا انا عزاب حضرتك متزوجه لا نيالي انت شكلك اليوم رايح تتزوج اصلا يعني لحظه خليني فك لانه انا عبقت شوي لانه هلا كانه انت جيتي بالوقت المناسب معي ورد معي صبيه حلوه بالسياره سياره حلوه والاهم شيء ضحكتك الحلوه شكرا مره ثانيه لازم انا اجي اختك سيارتي بس تتصلح بلكي اذا تصلحت اذا صلحت ان شاء الله بس يعني انا ما فيني اكون زوجه لانه بضل على التاكسي 24 ساعه ما بيأثر انا بقعد ورا اوه قد عمرك؟ انا عمري 32 سنه 32 يعني اكبر مني ب 11 سنه 11 سنه طب ما بتحس العمر ممكن يكون عائق؟ لا لانه الحب موجود من جوا ومن العقل مش بالعمر بتصدقي بالحب من اول نظره؟ انا لا هلا تعرفتي عليها بعد عنا وقت كتير والله ما عنا وقت صرنا نص ساعة بالطريق تفضل وصلنا؟ وصلنا ليش؟ لحقنا؟ يلا. لا يا عمي ما بدنا خلص خلي لك البوكيه لا هاد حيروح معك مشان سحبت عيد الميلاد حط لك 5 ستار على 5 ستار بليز اقل من هيك ما برضى لا وبس بدي اقول لك شغله قبل ما امشي خلي هالضحكه الحلوه على وجهي وانا على كلامي انه ورداتي لا هات لون مدني نو 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 سلام الورد بيروح مع سلام اوكي جايز ما بعرف اذا الورد لاني انا بنت او لانه مشان اللامبرجيني بس بغض النظر شو السبب اجاني ورد خلص صاحبت العيد ميلاد عم تحضر الفيديو وعم تسبني بس انا ما دخلني سلام هو اللي دخله نقاشك معه اذا بتريدي جايز الطلب اللي عنده في عنا بنت الحمد لله عم يجيني شخص شخص هنروح نشوف مين البنت هلا Hi, Uber. Hi. Yes. Come in. Clara. Clara. Are you sure? Yes. Okay. No way. Come in. Hi, you'll be. Oh, you are lucky. Experience la ele bi Uber. Bi Uber or bi Lamborghini? Lamborghini. Dalek bi Dubai. 3 سنين. بتحب إياه؟ I love Dubai. شو بتحب فيها؟ Lamborghini. ليك أنا طلعت شوية بالمواصلات. طلعت الحمد لله. اسألك كم سؤال ما تصعبيهم علي ما حس هو ما حيكون سؤال انه علم
ما يعود معه وقت لأقرب الناس لإله لأنه كتير عم يفتش على المصاري بعده. شو برجك؟ محمد. انت كمان؟ هاي. اي متى خلقاني؟ 15/4. No way. 11/4 انا. سبقتيني بس سبقتيني بثلاث ايام. كربعة. لامبورجيني بس صدقوني هاي الحياة مانا سهلة. اتوقع هاي اخر مرة بحياتي حاشتغل كشوفيرة. رح ودع هاي القبعة بس كن لك كل الاحترام لانه من وراها طلعت بسيارتين وبلشت حلمي بلكسس ونهيته بلامبورجيني. واذا انتم بدكم تربحوا اكتبوا مسج بكلمة حلم. عمزح بعتذر كتير اليوم لانه انا ما كتير عبعضي لانه مريضة من مبارح وما بعرف شو عم بيصير معي. حاسة بطني كتير عم تجعني وما عندي اي شهية للاكل. اذا حبيت الفيديو حطوا لايك اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وكمان بدي انتم تساعدوني لحتى اعرف شو اشتغل المرة الجاي. اذا في شيء ببالكم اي شيء بدكم ياني اعمله لا 24 ساعة اكتبوا لي تحت بالكومنتات. عاد عن هيك بدي اقول ثانك يو سو ماتش على السياره الحلوه. لا شو دخل هاي انيويز قلت بدي اقول انه انا بحبكم كثير 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 واستنوني بفيديو جديد. باي باي.